بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله شوكولاتة مروار. عندنا 4 معالق كبار زبدة، هنحطهم في كزرولة على النار وتكون النار هادية جدا، وهنحرك الزبدة لحد ما تسيح معانا خالص. وخلاص كده الزبدة ساحت معانا تماما، هنضيف معلقة كبيرة كاكاو باودر تكون المعلقة مليانة، وهنقلبها كويس. بعد كده هنضيف ربع كوباية شربات تقيل ونقلبه كويس، وبعد ما نقلبه حوالي دقيقة هنضيف عليه معلقتين كبار حليب، وخلاص كده بقى جاهز معانا، وهنشيله من على النار. وبعد ما نسيبه يتهوى شوية ويبقى بدرجة حرارة المطبخ، عندنا أي كيكة من أي نوع هنغطيها بالكريمة وبعد كده هنصبه عليها بالشكل ده كده. وخلاص كده خلص معانا، جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جدا.